المول وفي ابو سروج وفي سربة وفي كارياري في عشرات بل مئات في مئات المعارك. لذلك هزموا هذه الحكومة، بل هزموا الحكومة داخل الفاشل، وإن شاء الله رب العالمين سيهزمون هذه الحكومة الفاشلة داخل مدينة الخرطوم إن شاء الله. أبشر بالنصر إن شاء الله، أبشر بالنصر. كل القوة خرطوم جوا. أشكر أخواني المواطنين والمواطنات، أهلي وعشيرتي من أبناء دارفور الذين يسكنون في المخيمات، في اللاجئين والنازحين، أشكرهم شكرا كثيرا على صبرهم وعلى جلدهم وعلى مقاومتهم للاستعمار الداخلي الذي نعيش فيه الآن ومنذ 50 سنة. أشكرهم على الصبر وأشكرهم على ما قدموه من تضحيات جسام، أشكرهم على ما قدموه من أبناء فداء للوطن، فداء للحرية، فداء للعقيدة، تضحية في سبيل الوطن. قدموا أبناءهم شهداء أرتالا من الشهداء، وما يزالون يقدمون أبناءهم ويقدمون أنفسهم فداء لهذه القضية، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. الله أكبر. أشكرهم على كل ما قدموه من دعم سخي، من دعم مادي سخي لحركة العدل والمساواة. قدموا لهذه الحركة كل شيء، لم يتركوا شيئا لم يقدموه لهذه الحركة. ونحن نجدد البيعة ونجدد العقد ونجدد العهد لمواطنين الكرام الحاضرين منهم والغائبين، نجدد عهدنا على أننا سنظل مستمسكين بهذه القضية العادلة، مستمسكين بهذه القضية، ونمضي قدما مهما يكلف لن نبيع القضية أيها الأهل. لن نبيع القضية مهما غلى الثمن، لن نتراجع عن هذه القضية أيها الأهل مهما كانت الصعاب، وسنقدم إن شاء الله وسنمضي أيها الإخوة والأخوات، سنمضي قدما أيها الإخوة والأخوات بهذه القضية العادلة إلى الأمام إن شاء الله، ونحن واثقون من نصر الله سبحانه وتعالى، من نصر قريب، ونحن إن شاء الله على وعد بنصر، كلكم إن شاء الله على وعد بنصر قريب. والحرب الصبر يا أهل، الحرب الصبر، واللقاء والثبات، والموت في شأن الإله قضية الحياة. لذلك يجب علينا أوصي نفسي وأوصيكم بالصبر وأوصيكم بالجلد، وإن شاء الله
وقت قريب سننتصر إن شاء الله جميعا. ولن نلتفت أبدا، لن نلتفت أبدا إلى المتخاذلين ولا الرخاص من الرجال، ولن نلتفت إلى المتخاذلين من الرجال، ولكننا سنمضي إن شاء الله. أنا أشكر الإخوة من الإدارة الأهلية الذين قدموا إلى هذا المؤتمر، أذكر منهم إدارة منطقة كلبس السلطان إبراهيم الطقر العاشي، وهذا نصر كبير وفتح مبين أن انضم إليكم أخوكم السلطان ومن معه من القادة السياسيين ومن القادة العسكريين ومن العقدة، عدد كبير منهم من ضمة، وهذا تحول كبير في المنطقة، وهذا يعني إن شاء الله رب العالمين المنطقة كلها من ليبيا ومن حدود مصر للجنينة وغادي، منطقة كلها منطقة محررة لحركة عدل المساواة، كل المنطقة إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله. وأشكر السلطان يوسف محمد نوريا، سلطان دار كبكة، على حضوره للمؤتمر، وهو الآن يمثل رئيس هيئة الشورى بالإنابة. وأشكر أخي الملك داود دابو هاشم من إدارة دارقلة ومن منطقة فراوية، ومن معه من الرجال ومن النساء، وهم حضور بكثافة في هذا المؤتمر. وأشكر الإخوة معنا منهم الأخ العمدة إبراهيم مهجوب من دار أرنجة، من سربة، من أبو سروج، من ميان كوري، من كوندوبي. أشكر كل الخادمين من هذه المنطقة، أشكر الفرشة، أشكر لكم كذلك أخي الفرشة الرجل الصنديد الصبور المقاوم الأخ العمدة دودين، العمدة دودين ناسب، عمدة دار مساليب، والأخ عمدة جرجيرة، وكل عمة منطقة طينة أشكرهم جميعا، كل عمة منطقة طينة. وأشكر كل الإدارة الأهلية في كل قطاعات دارفور من غير استثناء. وأشكر مرة أخرى أخي شيف دو كانتو الأخ إبراهيم سليمان جوبا المشهور بإبراهيم مرة، نشكره على مشاركته في هذا المؤتمر وتقبله الدعم والسفر